تمام فمعناتها انتبهوا لي ل انه تنتبهوا على الغده اه... الى... اه... الى... الكظريه نعمل استقصاءات نشوف الشوارد الى اخره يعني نشوف اذا الغده الكظريه تمام هلا بالنسبه للاستقصاءات سي بي سي الى اخره اه... عملوا لكم شوارد مشان سي دي اتش شو هي سي دي اتش شو دخلها اه؟ هون هي مشان يعني شو بتعمل هي سي نعم شو يعني سي دي اتش؟ هي عباره عن متلازمه الافراز غير الملائم ح... بصير عندي حبس تمام افراز غير الملائم ل... حلو تمام ممتاز بصير في عندي يعني المبعد الماء بينصرف بصير في عندي احتباس فيه بسبب الافراز غير الملائم للاي دي اتش بصير في عندي افراز زايده يعكس البي فيها قد تكون اختلاط لاصابات عصبيه عديده اهمها التهاب السحايا وممكن اورام وارتشاحات بالنخامه والى اخره هلا آه كمان بدي انتبه للسي اس اف مثل شفتوا امام اي تحليل سائل دماغي شوكي ما بنسى بعمل هالخمس اشياء ضغط الانفتاح تعداد الخلايا السكر البروتين صبغه جرام تمام هلا ممكن نعمل تحريات لفطور اذا كنت متوجهه خاصة إذا كان المريض مصبط مناعي أو المرض جاي بشكل تحت حاد أو مزمن، تمام؟ إذا آه تع... في قصة تعرض للسل، مرة قالوا لي على مريضة بالمواساة ضلت شي شهر عم تروح وتجي هون وهنيك وما كانوا يعرفوا شخصوها ولا بمشفى، لحتى اخر شيء طلعت التياب السحايا السلي، كانت عم تشخص بتشخيص ثانيه ما لها علاقه بالسحايا يعني ما لها علاقه بالسل ولا للسحايا. فننتبه لهالقصه، عنا بالبلد السل كثير يعني هيك ممكن تلاقوه بكثير حالات، كثير امراض. البي سي ار تمام للفيروسات تمام؟ هلا في عنا هذا ويست 9 ما بيهمني، بالنسبه لطبعا هذا الجدول اكيد الكل بيعرفه. انه الفرق بين الجرثومي والفيروسي تمام اهم شيء انه الفيروسي لنفاويات وانه شو يعني بيكون ارتفاع الكريات البيض اقل تمام والسكر ما بيتاثر بالنسبه هذا الحكي للفيروسي العلاج اهم شيء أهم في في معلومه بالتهاب السحايا بقول لكم متى نبدا متى يبدا علاج التهاب السحايا شو بتجاوبوا فور التشخيص فور يعني تمام فور الشك السريري ممتاز لا هي هي الجمله بدي فور الشك السريري اول ما يفوت من على الباب شفت صلابه نقره شفت الصداع شفت اقياء شكيت سريريا يعني فورا نبلش بالعلاج ممتاز هذه بدي فورا الشك السريري فو... الشك مو التشخيص ما قلت تشخيص قلت شك تمام يعني ما يطلع التهاب سحايا خير احسن ما يطلع التهاب سحايا ويفوت المريض الاختلاطات شفتوا اختلاطات التهاب السحايا خطيره تمام يعني اذا طفل ممكن تصل الصمام يعني ها شايفين بروجنوزز تحتنا نصلون هلا تحت ليكم الاختلاطات ممكن موت ممكن صداع دائم المريض يضل عنده صداع دائم طول حياته ممكن اختلاج دائم انه صار في اذيه خلاص حيتولد عنده دائما بؤر يعني يصير عنده دائما اختلاج ممكن استسقاء بتعرفوا انتم انه التهاب السحايا مثل ما تذكرتوا بالاطفال وحكينا حكينا ممكن نعمل تليف بالذهابات العنكبوتية هذا الشيء يؤدي لا يعني نقص تصريف السي اس اف عندي استسقاء مشكله تمام ممكن كاتبين لكم انه بقاء عيوب عصبيه خاصة العصب الثامن وبالتالي صمم تمام فننتبه يعني نسبة الوفيات حاطي لكم اياها هذا المسبب كان النيمونيا هو 25% هلا تحت كمان انه الانذار اسوأ كل ما كان المريض على طرفي العمر كل ما تاخر التشخيص او المعالجه يحطوا لي 100 خط عندها تاخر التشخيص والمعالجه من عوامل سوء الانذار والتي ترفع نسبه الوفيات والمريض اذا فات بستيبر زهول يعني او كوما او كان في اختلاجات واعراض عصبيه بؤريه هذا الامر كمان انذاره أسوأ الانذار كثير مهم هون دراسته يعني بالنسبه للوقايه انا ما بتهمني تمام روى لحالكم من المحاضره وبالنسبه للعلاج كمان مفصل كثير بالمحاضرات هو بالنهايه حفظ ادويه حسب شو حسب العمر خلاص انت مثلا حفظت انه الليستيريا امبيسيلين عرف بس انه امتى الستيريا بتحب انه بتحب طرفي العمل وهكذا من من هالطريقه هي بنحفظ الادويه حفظنا انه النيمونيا مهمه بكل الاعمار فكرنا مثلا بالسيفوتاكسيم وهدول الامور تمام فمعناتها انتبهوا كثير للعلاج العلاج التجريبي هلا بالنسبه لالتهاب الدماغ ما حاقرا كل السلايدات التهاب الدماغ هذا عم يكون بالبرانشيم وليس بطبقات السحايا تمام أه يعني عم يعني يقولوا لكم انه يتم تمييزه ب 40 ل 70 مليون باسم الحاله بقيه الحالات يتم اغفال التشخيص يعني ما بيخ... خطا تشخيصي ما ما صح تمام أه اهم شيء الفيروسات هون صارت هي الاهم تمام الهربس والى اخره هلا هل ال... حتى الانفلونزا ممكن يعمل يعني أنا في مرة مريض كورونا من ما عارفة لي صداع صداع ما عم احسن ما عم إحسان شوف حدا ما عم احسن اسمع صوت ما عم إحسان شوف حدا لبعدين لحتى خطر لي إنه فعلا هذا شو صار عنده التهاب سحايا تمام يعني لبعد يعني ساعتين ثلاثة هو عم يشكي من الأعراض فننتبه إنه أي إصابة فيروسية من الإنفلونزا ونحن طالعين ممكن تعمل شو ممكن تعمل الارتكاس هذا او الالتهاب السحايا لكم بقى نفسهم البكتيريا الجراثيم عوامل ممرضة متنوعة اللي بيهمني فيه انه وحاطين بقى التزه... حاطين الاليات الامراضية ما بتهمني اللي بيهمني بس انه عم يصير في عندي اصابة نخرية بالفص الدماغي المصاب اللي يعني هو خاصة من الصدغي وهي بالنسبة للتظاهرات مثل ما شفتوا حرارة الى اخره اعراض موضعة نفس الحكي والاستقصاءات كلهم مراجعة لل... الكلام يعني اللي حكينا ما ننسى اهميه طبعا بذل السائل الدماغي وانتبه اذا في كريات حمر تمام؟ هلا بكفي هي يعطيكم العافيه ان شاء الله أه... أه... صعب بكره غديه في طلاب عم يسالوا انه اذا انا طالب خامسه احضر هلا ولا احضر المسجل؟ لا هلا اكيد احسن يعني ولو كان انه أه... تبعات الرابعة بنصحهم، تبعات السادسة نصير سوية دم لا ما عليه يستنوا، تمام؟ يعني هذا حل وسطي، إنه إذا أنا طالب طالب خامسة شو أعمل؟ احضر تبعات سنتك الخامسة وتبعات الرابعة واترك لما أقول جلسة سادسة تركها هي، تمام؟ يعني برأيي هذا حل وسطي، لأنه حضور مباشر طبعا أكيد أفيد، 100 مرة، أنا بسجل يوتيوب رفع عتاب صراحة ما بيهمني بنوبي عم يعني ينزل على اليوتيوب، بس إنه كرمال يعني الأشخاص اللي كثير عم تتضايق من قصة إنه ما عم يقدروا يحضروا هذا. تمام حدا عنده شيء يعطيكم العافيه فيكم تراجعوا من هدول السلايدات او من المحاضره